مجد الله على الواقف روح جد الحسين أحبك وبريدك واتمنى أبوس إيدك خدامك ومريدك يا جد الحسين أحبك وبريدك واتمنى أبوس محمد ده ما فيش زيه اتنين حبه ساكن قلبي بيزيد كل يومين جماله ودلاله بتغطي بشاله صلى الله عليه ألف صلى الله عليه وعلينا وعليه I'm not afraid.
Bye.
Yeah.
شوقا يا عيني شوقا يا روحي
يا حبيبي
Yeah.
Yeah.
يا طارحين الليلة 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 الليلة
سيدي السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحيتنا أيها السادة، تحية الإسلام وتحية الإسلام الكاملة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكل كلمة من هذه العبارة وهذه التحية العظيمة لها مدمولاتها في الفكر والثقافة والدين. أيها الإخوة، بداية باسم والد العريس الأستاذ ماجد البرخ، وآل البرخ هم أخواننا، جدتي خديجة بنت محمد سعيد البرخ وجدة العريس التمام هي بنت عم أمي رحمها الله تعالى، يعني بنت عم النسب. فنحن أقارب من ناحية النسب. ووالدي رحمه الله تعالى قبيل وفاته أوصى والدتي، وكنت يوم ذلك في العاشرة أو الثانية عشر من عمري حينما فارق الحياة. أوصى الوالدة بأن نكون مشاركين لبيت أخواننا بالأفراح والأتراح وكل المناسبات. لذلك جئنا من بعد لنشارك ونلبي دعوة أخينا الأستاذ ماجد البرخ الذي نعتز به، ودائما أنا أقول له أنت خالي. نعم، ما يجمعنا بكم جميعا أيها الإخوة الإيمان، ما يجمعنا بكم الإسلام، ما يجمعنا بكم الهوية الثقافية. أيها الإخوة، في بداية حفل المولد الكريم قرأ القارئ الكريم آيات من سورة الروم تتعلق بالزواج، فقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أيها الإخوة، الغاية من الزواج ليس مجرد الإنجاب وليس مجرد إطفاء العاطفة الجنسية، وإنما الغاية من الزواج هي بناء أسرة صالحة، هي بناء أسرة تعتمد على العلم وتعتمد على الأخلاق وتعتمد على القيم. وقد بنى رسول الله عليه الصلاة والسلام أسرته على أركان الإيمان والإسلام والأخلاق، فكان الصادق الأمين وكان بالمؤمنين رحيما. أيها الإخوة، الإسلام أوصانا ألا نقطع أرحامنا. صلة الأرحام هي فرض من فروض الإسلام التي تكاد أن تكون غائبة اليوم. فالمسلمون والشعب والشعوب العربية، قسم منها قد تشرد في آفاق الأرض، قسم منها يعيش الآن
الويلات والحرمان والجوع ونقص بالأموال والأنفس. السبب في ذلك، السبب الرئيس في ذلك هو قطعنا الحاملة، فقطعنا الله في الدنيا كلها. صار أحدنا لا يعترف بابن عمه ولا يعترف بخالته ولا ابن عمته. وهكذا أيها الإخوة عاقبنا الله سبحانه وتعالى لأننا قطعنا أرحامنا. يقول ربنا عز وجل في قرآنه الكريم: فهل عسيتم إن توليتم في الأرض أن تفسدوا وتقطعوا أرحامكم؟ لذلك لا بد من صحوة إسلامية، صحوة الفكر وصحوة الضمير وصحوة الإيمان في القلب، بأن نرجع إلى القرآن الكريم، نرجع إلى وصايا النبي محمد الصادق الأمين الذي كان حريصا على أسرته، حريصا على أرحامه، حريصا على أقاربه، حريصا على الوحدة، حريصا على التعاون، حريصا على جمع الكلمة. ولذلك سمي رسول الله الصادق الأمين، كان أمينا على أهله، وكان أمينا على أرحامه، وكان أمينا على مجتمعه. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بل هو رحمة لأوسع من دائرة الإسلام، رحمة لكل إنسان على وجه الأرض. نسأل الله تعالى العلي العظيم أن يعيدنا إلى فهم الإسلام وإلى تطبيق القرآن، وأن لا نفقد هويتنا الإسلامية في هذا المجتمع المختلف بنقاط كثيرة. أبارك للعائلتين المتصاهرتين آل الفرخ وآل جنيد، ووالد العروس هو صديقي في مقاعد الدراسة، وصديقي أيضا في رابطة ثقافية تجمعنا كل يوم، نتحاور، نتناقش، نتفق، أحيانا قليلة نختلف، ولكن قلوبنا كلها إن شاء الله على خط القرآن الكريم وخط المصطفى عليه الصلاة والسلام. نبارك مرة ثانية لكل أصدقاء العريس التمام، ولأصدقاء إخوته وأشقائه هذا الحفل الكريم، ونحيي هذه الفرقة، فرقة السلام، فرقة المحبة، فرقة الإيمان، التي شنفت أسماعنا بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونشكركم جميعا أيها السادة الذين تعاونتم مع عائلة العروسين فحضرتم هذا الزفاف الميمون، ونرجو الله أن يرزق عريسنا الذرية الصالحة التي تبنى على الإيمان والإسلام والأخلاق والقرآن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله كل خير، الله يعطيك العافية. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك.
بارك الله فيك يا حبيبي يا حاضر. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. الله يسعدك. الله يجزيك الخير. بسم الله. الأستاذ بلال جريف. أحباب النبي صلوا عليه.
وصحبه وسلم. هو سيد الكون صلى عليه. هو سيد الكون صلوا عليه. سيد الراشي ما في سيادتي علينا خفا. شرف المقام بي وزمزم والصفا من بيت الله والبطحاء. وبه توسل أذى من ذنبه. تشفعت بجنابه حواء. حيث جبريل في السماوات مجد يعلن يا صالح
وبه توسل آدم
تسليما يا بارك الله فيكم يا اخوان. الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد. عظيم سلطان سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم وفق بين الزوجين كما وفقت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وازواجه الطاهرات، وكما الفت بين سيدنا علي كرم الله وجهه وزوجته فاطمه الزهراء. اللهم انجل منهما الكثير الطيب، اللهم انجل منهما الكثير الطيب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ربنا تقبل منا واقبلنا باسرار سوره الفاتحه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وسيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك الإكرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم ارحمنا فانك بنا رحيم، ولا تعذبنا فانك علينا قدير، والطف بنا فيما جرت به المقادير. يا من عليه العسير يسير نشكو اليك ما لا يخفى عليك. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وفك اسرنا واحسن خلاصنا وتول امرنا وبارك لنا اللهم في اسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا، واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم فرج الهم عنا وعن المهمومين، ونفس الكرب عنا وعن المكروبين، واقض الدين عنا وعن المدينين، وفك أسر المأسورين، وأحسن خلاص المسجونين والمعتقلين من أمة سيدنا محمد أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغسل لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم ارحمنا وارحم آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأرحامنا والمسلمين رحمة عامة شاملة، تغنينا بها عن رحمة من سواه، وتدخلنا بها الجنة وتنجينا بها من النار بمنك وكرمك يا عزيز يا غفار. اللهم يا رب بارك للعروسين زفافهما، وانجب منهما الذرية الطيبة المباركة، واجعل يا رب حياتهما قائمة ومبنية على دينك وكتاب وعلى سنة نبيك وكتابك القرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. بارك الله بكم جميعا، وحفظكم وحفظ علينا وعليكم ديننا، وحفظ اللهم علينا وعليكم يا ربي أهلنا وأموالنا ودورنا وبلادنا، وفرج اللهم عنا وعن المسلمين، وبارك وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم تقبل منا بفضل سورة الفاتحة. الله يجزيكم الخير وبارك فيكم. Thank you.
احنا الشعريه صلوا على قاسم محمد خير البريه يا تفاح الشروق الحق الاسلاميه صلوا على قاسم محمد خير البريه صلوا على قاسم Right.
الحارة اللي فيها تربيت ما Let's go.
شوي عالمحبوب بس يوسف بن يعقوب السلام عليك I'm gonna go
I'm not even sure if you're still in the game.